كيف كان آخر سكس عملتوه؟ أسيومين للأسف مرات كتير أول ما بسمعوا إيش بتعملوا تربية جنسية أنتوا أذيال الفكر الغربي مش مزبوط. كل حدا ياخذ ورقة بتذكره بالمراهقة. كان عندي شوي فوبيا غشاء البكارة الصراحة، يعني إنه أي حركة بتفقدي. يعني لحد ما بلغت، يعني بلا ما يخص سن 19 لفهمت شو هو المهبل. ما كنت أعرف عن الانتصاب وأنا مراهقة، وكنت ماخذ فكرة بأنه بالعلاقة إذا ما انتصب بالقضيب يعني خلص بتخليه فش، يعني هو عنده عقب. هو الأستاذ فاتح على الدرس بيحكي لا خلينا نفشق هذا عنه، بدنا نريحكم منه في الامتحان. بالعادي لما بيجوا الناس بيحكوا على موضوع الجنس، اللغة هي عامل مهم، وبسياقنا العربي والفلسطيني كتير مهم. فلما أنت بدك تحكي عن الجنسانية من منطلق تربوي أكاديمي فلازم تحكي بالعبراني، وإحنا منقول لا، وبنصر إنه إحنا منحكي باللغة العربية. واحد من التيبس اللي ممكن تستخدميها، لأنك أنت مؤسسة تربوية فممكن تقولي مثلاً اليوم نحكي على أعضاء الجسم، وإنه كتير أعضاء بجسمنا بيسموها أسماء بتضحك، بس في أسماء صح اللي هي الأسماء العربية. بدي أسمع منكم أشياء صارت معكم خلال الفترة، يعني وقت ما تركتكم لحد اليوم. يعني نازلة أنت بتوصل معلومة مش بس للست، كمان للرجل اللي موجود معاك في العيلة وفي البيت. أنا صرتي بتحسي كأنك واقفة على أرض ثابتة، عارفة من وين تنطلقي وشو اللي بدك توصلي. هذا موضوع مش محكي، موضوع تابو. إحنا فخورين بطلنا نحكي عنها كموضوع مستقل ما إلوش علاقة بالحياة، خليناه كتير قريب على الحياة. ولما أنت بتقربي المواضيع للناس على الحياة فجأة بتصير جزء منها.